هذه هي رسالة وصول السحب على الجيميل الخاص بي على الباي بال. فكما تلاحظون هنا من شركة دي سي دي ميديا تم الدفع لنا 1.35 دولار كندي، ما يعادلها 1 دولار أمريكي، من هذا التطبيق الصادق والمميز والرائع. أيضا هنا اسم التطبيق وهو بيج ريورد، والذي سوف تجدون الشرح الخاص به المفصل في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق مثبت. وهنا في الأسفل لو نزلنا راح نجد تاريخ وصول السحب وهو 24 أوت 2023. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة بروفيت إن ذا وورد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بوضع لكم إثبات سحب من تطبيق بيج ريورد. لماذا نضع هذه الإثباتات؟ لأنه في بعض المرات ربما يعني أشخاص يعني حتى يتأكدوا مرة أخرى أن هذه التطبيقات ما زالت تدفع، فنقوم بوضع لكم إثباتات السحب، ويمكنك أن تربح بأكثر من طريقة من كل هذه التطبيقات. وشكرا لأكثر من 11200 مشترك على القناة، فأنتم يعني سوف يعني نقوم بوضع لكم مسابقة بإذن الله فقط في الأيام القادمة، ربما غدا أو بعد غد إن شاء الله. فقط تابعوا الفيديو حتى النهاية من الأول إلى الأخير، وهذا أكبر دعم تقدمه لنا. مباشرة إخواني، كما شاهدنا إثبات السحب على الجيميل الخاص بي، رح نذهب إلى الباي بال إلى حسابي، رح نذهب إلى السحب أو الدفع قبل الأخير الذي وصل على الحساب الخاص بي، 1.35 دولار كندي. هنا تاريخ وصول السحب، وهنا شركة الدفع وهي دي سي دي ميديا، وهنا الترانزاكشن اي دي، وهنا اسم التطبيق وهو بيج ريورد. يعني صراحة التطبيق مميز جدا، شبيه بتطبيق جي ريورد لو تتذكرونه بطبيعة الحال. إذا هذا هو التطبيق، ممنوع استخدام الفي بي ان والبروكسي وغير ذلك من الأشياء التي تجعل من الحساب الخاص بك يتم حظره. إذا كنت جديد في التطبيق راح تسجل حساب، بعد ما تسجل حساب راح تأتي إلى خانة الهدية بهذا الشكل، راح تنزل إلى الأسفل وبعدها مباشرة سوف تجد هذا الكود الذي يظهر أمامك باللون آن باللون الأحمر، راح تقوم بنسخه وتقوم بوضعه في خانة أونتر الريفيرال كود، وبعدها راح تقوم بالضغط على خيار سبميت. بعد ذلك مباشرة راح تحصل على هدية التسجيل وهي 500 نقطة. الآن مباشرة إخواني الكرام راح نقوم بشرح لكم طريقة فك الحظر في هذه الحسابات. راح تذهب مباشرة إلى الحساب أو إلى الإعدادات الهاتف الخاص بك، راح تذهب إلى الإعدادات الإضافية، راح تقوم بالذهاب إلى خيار التاريخ والوقت، وبعدها مباشرة سوف تقوم بإلغاء تفعيل كل هذه الخيارات، وبعدها تقوم بالرجوع والدخول إلى التطبيق. إذا وجدت أنه تم حظرك لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، فقط انتظر تلك العشر دقائق أو ربع ساعة، وبعدها قم بالدخول إلى التطبيق. بعد ما يتم فك الحظر، بعدها مباشرة قم بالعودة إلى هذه الإعدادات وقم بإعادة تشغيله. وبهذه الطريقة سوف تتخلص من جميع الحظر التلقائي مباشرة بعد تسجيل الحساب الخاص بك في هذه التطبيقات. كان هذا هو فيديو اليوم، لا تنسوا تعملنا بلايك وشير، نتقابل في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.